في بعد تاني في القضية احنا مش قادرين نفهمه قوي، هو الخاص بالنوع ده من الأمراض، يعني فكرة التهاب أعصاب طرفية مزمنة أو مرض الكابتن مؤمن زكريا، مرض التصلب الجانبي الضموري، ايه الفرق بين الاثنين؟ وليه بيجوا لعيبه الكوره؟ يعني لعيب الكوره ده مفترض انه مناعته كويسه وبيلعب رياضه طول عمره وحاجات كده، ليه بتظهر النوع ده من الامراض؟ الدكتوره رضوى بكري استشاري فحوصات المخ والاعصاب واضطرابات الحركه، اهلا وسهلا دكتوره رضوى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتورة رضوى، واسمحي لنا حضرتك لو تدينا معلومة مبسطة كده عن المرضين اللي احنا بنتكلم عنهم اللي أصابهم اتنين من كباتن مصر، إيه المرض ده وإيه المرض ده، وهل يا ترى في أي صلة بينهم ولا لا؟ هو بس أنا بس عايزة أفرق الأول ما بين المرضين، لأن المرضين مختلفين تماما عن بعض. أرجوك. احنا هنبتدي الاول بكابتن مؤمن زكريا. كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب، مشكلته مشكله وراثيه. الإصابة بتصيب الخلايا الحركة، خلايا الحركة اللي موجودة في النخاع، بتؤدي إلى ضمور على مدى، يعني بالنسبة للكابتن على مدى سنين، بس ممكن تصيب الأطفال الصغيرين وتبقى على مدى شهور. فهو مرض وراثي، ممكن يظهر فجأة في الكبر وممكن يبتدي واحنا صغيرين. عادة هو أنواع كتير، أسوأ نوع النوع اللي بيبتدي عند الولادة، ده الطفل اللي بيتولد ما بيتحركش خالص. وده الطفل ده ما بيعيش، يعني ما بيكملش ماكسيمم بيكمل سنتين وبيموت. تمام. لما بيصيب الناس أكبر بيقعد فترة أطول وبيستمر فترة أطول، ولكن هو بيؤدي إلى النمور في الآخر. في الاخر بيؤدي الى ضمور، لغايه دلوقتي ملوش علاج. لغايه دلوقتي ولا علاج جيني؟ لا، دلوقتي احنا بدانا ان احنا نشوف نتائج مع الدواء اللي اسمه سبرانزا، اللي هو المفروض ان هو بدا يدي نتائج مبشره الى حد ما مع الاطفال، لان هو علاج جيني. في اطفال استجابت ليه، في اطفال ما استجابتش. طبعا حضرتك عارف ان المبادره اللي احنا شغالين فيها في مصر وفي العالم، الدواء اللي هو بيتكلف اكثر من مليون دولار. ده نتائجه مبشره، ولسه لغايه دلوقتي طبعا ما بيحصلش شفاء تام، لكن في اطفال استجابت ليه وبدات انها، يعني بعد ما كانت الطفل زي ما بقول لحضرتك ممكن يموت ما بيكملش سنه سنتين وبيموت، في اطفال بتقعد فتره اطول. بالنسبه للكبار الادويه بتجيب؟ بالنسبه للكبار لسه ما فيش نتائج مبشره دي. لسه لغايه دلوقتي مفيش نتائج مبشره في العالم. ده المرض بتاع كابتن مؤمن. هو مرض وراثي، يعني هو ده مش اصيب بيه، هو كان في الجينز بتاعته. ده متعلق بزواج الاقارب او حاجه يا دكتور؟ معلش. طبعا طبعا زواج الاقارب بيؤدي الى، بس هو ممكن يكون مش بسبب، يعني هو اكبر سبب دي زواج الاقارب، لكن هو ممكن يحصل طفرة جينية تؤدي إليه. تمام. المرض الثاني مرض مختلف تماما بقى، ده مرض بيصيب الإنسان فجأة، بيبقى فيه تريجر يعني حاجة محفزة. بتؤدي إن الجسم بيفرز مواد مضادة بتهاجم نفسه. ده اللي بيعمل الالتهاب المزمن في الأعصاب الطرفية. ده ممكن يعمل التهاب مزمن، يعني هو كل انسان وحظه، في ناس بتبتدي المناعه تهاجم نفسها فيحصل التهاب في النخاع، او في الكبد، التهاب في المخ، في الكبد، في الرئه، في اي حته. بالنسبه للكابتن اشرف ده اعصابه بانه بدا يهاجم الاعصاب الطرفيه بتاعته، وبدا يهاجم زي ما انا سمعت دلوقتي المفاصل كمان. فده مختلف بقى، ده في اجسام مضاد في الجسم عماله بتهاجم الحاجات دي. ده بقى حسب النوع وحسب نوع الاجسام المضاده دي، في حاجات كتير منه بتستجيب للعلاج وبتخف، خصوصا لو اتشخصت بدري. هو بقى له 5 سنين بيقول انه تعبان وما بيقولش. هو في البدايه تشخص خطا. انا ما اعرفش اذا كان حاول حد يعالجه في الفتره في 8 سنين دول ولا لا، وطبعا انا مش عارفه مين فيهم، يعني انهي نوع فيهم اللي اصابه، لانهم زي ما قلت لحضرتك انواع كتير، انما هو قابل للعلاج. قابل للعلاج خصوصا لو تشخص بدري، بتبقى الادويه اللي بتهبط المناعه.
يعني هي ثلاث انواع من الادويه حسب طبعا النوع اللي هو هيستجيب ليه. وفي بقى العلاج الاخير اللي هو تغيير الدم. يعني المهم ان هو قابل يستجيب. واحنا عندنا هنا في مصر يا دكتور موجود عندنا في مصر انواع العلاج المختلفه دي وكلها بتعمل استجابه الحمد لله للحالات المشابهه سواء كانت في الثلاث انواع ايا كانت ايه الحاله. موجوده يا فندم موجوده وهي هي غاليه بس مش غاليه زي الكلام خالص. هي لكن هي موجوده ومتوفره وناس بتستجيب ليها. بس هي التكه حضرتك تشخص امتى وتشخص بعد قد ايه وانهي نوع فيهم بانهي نوع من الاجسام المضاده اللي بتهاجم. كل ما كان بدري كل ما كان اصل هو اللي حصل ايه ان في اصابه حصلت من العصب. ايوه فعايز حضرتك اشبهها لحضرتك بايه؟ عايز حضرتك لو عندك حيطه مبنيه بالطوب حضرتك وقعت شويه طوب ممكن تعيد بنائه اسرع من انك لو وقعت الحيطه كلها. طبعا صحيح. فكل ما زاد عدد الطوب اللي حضرتك وقعته كل ما كان اعاده البناء هتاخد وقت اطول او مش هتعرف تلاقي بقى طوب تحطه في الفراغات اللي وقعت. عشان كده طلعت بدايه العلاج نتمنى ذلك ونتمنى ان يعني الكابتن اشرف يطمئن والكابتن مؤمن يتفائل. لا ان شاء الله باذن الله يعني خير وهو زي ما قلت لحضرتك هو العلاج موجود بس هو ودي اهم حاجه دي اهم حاجه ان العلاج موجود. بنشكرك جدا دكتوره رضوى. دكتوره رضوى البكري استشاري فحوصات المخ والاعصاب واضطرابات الحركه. شكرا على هذا التوضيح.